يقول أحسن الله إليكم: رجل غلبه النوم فلم يستيقظ لصلاة الفجر إلا والإمام في الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير، وذهب بسيارته يبحث عن مسجد يصلي كي يلحق به ويدرك الجماعة، فهل فعله صحيح أم يصلي في بيته؟ فعله صحيح إذا كان يرجو أنه يجد مسجد يصلي مع الجماعة، فعله صحيح. طيب، أما إذا كان الناس صلوا ولا يغلب على ظنه أنه ما يجد مسجد، صلي في بيته. نعم.